إنه لشرف عظيم أن أكون جزءاً من هذه الرحلة من خلال توسيع دور الشركة ومساعدة عملائنا وشركتنا في مسيرة النمو الخاصة بهم، وكذلك تعزيز دورنا باعتبارنا مركز للمهارات الديناميكية والمتنوعة بما يخدم عملائنا في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. هكذا تحدثت عن دورها في تحمل مسؤولية قيادية بحجم IBM مصر. والحديث مع مروة عباس عن المهارات والخبرات وتنمية الأعمال كونها سيدة مصرية ملهمة صاحبة خبرة ممتدة ل25 عاماً في مجال التقنيات والبرمجيات، فكان لابد أن نتعرف على العقل والخبرات والتوازن والمهارات التي صنعت قصة النجاح وكللتها. أستاذة مروة عباس، في البداية شكراً على دعوتك لينا في المكان اللي أعتقد ناس كتير تتمنى تشوفه وتشوف الناس اللي موجودة فيه وبالتحديد القائمين على إدارته. أستاذة مروة عباس، المدير العام لـIBM مصر. شرفتونا، أهلاً بيكم النهاردة. من القصص الملهمة جداً في النجاح واللي نقدر نصنفها راسية، نجاح راسي وعاقل واخد وقته، رحلة دراسة الكمبيوتر ساينس وبعدين تقلد مناصب كتير جداً في واحدة من أعرق الشركات العالمية، وصولاً إلى أنه نسمع المدير العام لشركة IBM مصر أول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب. الحقيقة هو كانت رحلة طويلة، وأنا سعيدة طبعاً بأن أنا دلوقتي بترأس شركة IBM في مصر، شركة بقى لها 68 سنة في السوق المصري، بتتعاون مع الحكومة المصرية في أغلبية المشاريع القومية والاستراتيجية. فالحقيقة دي طبعا كانت يعني شرف كبير ليا، وزي ما انت قلتي كده هي رحلة ابتدت بتخصص كمبيوتر ساينس في الجامعة الأمريكية، علوم البرمجيات وبروجرامينج، وبعدين قررت ان انا يعني اطلع من الفيل ده اشتغل في الوقت دوت يعني ادور اكبر شركة بالظبط كده. بس ما حبيتش ان انا اشتغل في البرمجيات، يعني انا قلت انا درست ده بس انا عايزه يعني اخد طريق اللي هو كان اكتر حاجه IBM متمكنه فيها واللي هي مبيعات. مبيعات. ما هو بقى الحته دي اللي ملخبطاني وعايزه اسالك فيها واحده. انه درستي برمجيات في الفتره اللي كانت دي الدراسه الجديده وعلم نادر، وعشان كده طبعا انت طبعا متواضعه مش تقولي كده بس بتتخطف لسوق العمل العالمي، لكن بعد كل الندرة للتخصص ده ايه اللي جذب انتباهك في عالم المبيعات وقلتي لا؟ مش بصي، هو ده فعلا حصل، واول انترفيو او اول مقابله عملتها في IBM قالوا لي الطبيعي ان انت هتتخرجي من هنا هتشتغلي في البرمجيات. بس انا قلت لهم انا حابه ان انا استغل خبرتي في البرمجيات في البيع. التواصل مع الناس وإحساس أن أنت عايزة توصلي المعلومة في تكنولوجيا المعلومات كان يعني بالنسبة لي حلم في شركة كانت أقوى فريق مبيعات عندها في سوق تكنولوجيا المعلومات كان في IBM. فأنا حبيت أشتغل في الكور بتاع الشركة في الوقت ده، وفي نفس الوقت أستغل خبرتي في مجال الـIT يعني أو التكنولوجيا. فبصراحة يعني كانت إرادة، وكان اللي وراها اللي أقدر أقوله إن الواحد يبقى صريح مع نفسه هو عايز يعمل إيه، ودي كانت بتفرق جامد جدا في كل خطوة أنا كنت بتنقل فيها جوه الشركة في 27 سنة اللي فاتوا. واو، 27 سنة جوه IBM. يس.